شنو ديروا؟ بالك الحاج، بالك بالك. أو انت اللي بالك يا سيدي، واش هذا تصوروه لك؟ أو خلينا نخدموا الحاج، بالك ادنا منا. شكون انت، فوتوغراف ولا واش راك دير اخويا؟ واش من فوتوغراف هذا يا الحاج، نعل بليس هذا توبوغرافي رانا نديروا له. ايه واش جابك العماره تاعي هنا وراك تقول بالك وتصور مع صباح ربي يا سيدي؟ واش كاين؟ ودي نعل بليس ماناش نصوروه، خلينا نخدموا رحم والديك الحاج. ادنا برك شويه هكذا. وين من بعدش انا لازم حتى تقول لي هذا راهي الباطيمه تاعي نعل بليس، انت فاهمني واش راكم ديروا محمد هنايا؟ الله يبارك يا خويا الباطيمه. شكون انتوما؟ احنا يا سيرفيس تكنيك تاع لي زوطوروت مبعوثين من لا ولايه، جينا نديروا لوفي من هذا مكان. واش رايحين نديروا ان شاء الله خويا غير الخير؟ هذه حاجه سهله الحاج، ما تقلقش روحك، راح نجوزوا منا لوطوروت هذا مكان، ما تقلقش روحك الحاج. احبس برك ما تدوخنيش، لوطوروت واش دير هنا؟ تجي عندي لوطوروت انا هنا ولا كيف؟ لا نريبوا الباطي مو نجوزوا لوطوروت منا يا خويا، ما سمعتش بها هذه ولا ايش؟ نسمع اللهم زيدنا سيدي، وقت ان شاء الله نكسرها برخول نريبها. لا ما تقلقش يا الحاج، ما تاخذوا وقتكم. لا مازال الا قلت انا بالك دوك برك نريبها وانا ندير الكودرون ونجيب الطوموبيلات. راك هبلت انت ولا واش تريب هذا يا الحاج؟ واش تريب؟ السلام عليكم. ما فهمتش السيد راه جاي يصور ومن بعد يقول لي احنا تاع الطرق ونطيحوا الباطيمه ونبنوا شي وهذا، هذو جيراني ونسابي هذا. هيا انا مقزاد لك وتكل على ربي. يا ودي انت قبل ما تسمع قبل ما تفهم ثاني كيما هو هذا الحاج، راه مقلق انا عبيت كيف راه تفهم الحاج تاع عقل وهذا راه زبلاد، هذا راه فاهم واش فهمنا يا ودي نعلو بليس. يا جماعه احنايا تاع السيرفيس تكنيك مبعوثين من لا ولايه، جينا نديروا اللوفي تاع الطريق منايا هذا مكان. يعني سهل ديرني هكا وديرني طريق. لا من بعديك الباطيمون نريبوها ونجوزوا لوطوروت منا هذيك تاع الشرق غربك تريبها وحنا. لا انتم سالين وانت عم بالك غير دورك هكذا يصوروا وكسروا ريبوا روحوا. وين نروحوا؟ وين نروحوا هنا؟ لا دوك مازال هذا البروجي مازال رانا غير في ليتيود ديالو، بصح السكان كامل لهنايا كاين مجموعه راح تجوز تريسونسيكم كامل الدواسات تاعكم وراحين يعوضوا لكم بالديار خير من هذا. واش يعوضوا له؟ ماذا يعوضوا لي هنا؟ هنا سيدي كي تجوا انتم تهضروا معايا انا مولشي هذو واش راح يعطي لهم؟ هذو راهم ساكنين عندي هذو، تعطوا لهم ليهم هما ثاني ولا؟ ما فهمناش الحاج، هذا راه خدام برك يعني قرار يسمعوا له، هو راه قال لك يديروا طريق يديروا طريق. انت فرحت انت والله كي قال لك نمد السكنه ويعوضوا يسمى خلاص راك ترجو في التعي، راك ماذا بيك تعقب ذوك لوطوروت هنا وانت راك بسكنتك. يا الحاج شوف ما تعقب لوطوروت ما تريب الباطيمه ما تعطوا لهم السكنه. يصبر يا الحاج وانا خاطيني انا اللي راح نمد، انا خدام جيت ندير اللوفي برك ديالي ونروح، ومن بعديك السيرفيس تاع لا ولايه اللي مستكلف باللوج ما هو يعوض لهم. شوف يا محمد بالعقل رفدوا قشكم وروح خويا، اسمع ما تجيش قدامي لا طريق ربي واسعه، روح هاي وراي بلاصه لهي، روح عين الله روح دير لوطوروت تروح هكذا او وحده تروح هكذا وحده تدخل في الاخرى وما تجيش جهتي برك، روح افتح 70 وطرو جهتي. لا جاي لي انا هنا. ما تقلقش يا الحاج ما تقلقش. اسمع ما ديرش عليا وعقلو شويه مخلخل يعني شوفي شويه صفا الحاج، خدموا خدمتكم الله يسهل، خدموا خدمتكم. اسمع دي برك الهضره تاعك قلت لي تريبونا ابري تعطونا سكنه. نعم ايه مازال يا الحاج نعل البليس اخويا وقتها يعطونا سكنه طولوا. مازال هنا رانا في ليتيد برك واحد ربع شهور كي يكمل الدوسي تاع لوطور وتمنايا وتاع الباطيم وانتم يعوضوا لكم وكلش، تما كي يجوا يرحلوكم يدوكم السكنه تاعكم الجدد. رحمه ربي كي طيح على البنادم ما يعرفش الخير وين يجي. الله ربي يعاونكم. يرحم والديكم. ربي يعاونك. انتما ما تفهموا شويه ولا غير والفطور راه عندنا. خدم الله يعاونكم. احنا نهضر معاك. خدم بارك الله فيكم. خدم الله يعاونكم. صحيتو بسلامه. اكوزا. نعم. على عنايك. ماركيني اف 5. او ما تقلقش سايد اف 5 شفا لي اف 5 تكمل ما نشفاش عليك ما تبغي تريب كومونسي دوك ماشي خير والله. يعني واخا البري عاجلوه ما كاش كيما الترياب نزمان قال لك الفساد ولا القعاد. هيا اوما 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 عندها لك هكا اوما. اهلا سعيد. مرحبا يسيك. شوف عندك واحد الزهر يكسر الحجار. قال خير. انا دوك برك كنت برا مع واحد الجماعه عندهم واحد تاع لي جيمال قالوا لي باللي راح يديروا الطريق تاع لوطور تعقب على الباطيمه تاعنا. بصح انا واش دخلني في الطريق؟ اي قادهم اسنا نفهمك فاهم. قالنا كي يديروا الطريق يعني العماره تاعنا تتنحى ابري يديروا لوطور وحنا عطونا كاع السكنه. انا ندي سكنه؟ انا عم تدي سكنه والحاج هذا مش قاعد تخلص له الكراء يولي هو يسكن جارنا. والله قبشرة انا والله يوم ندري هذا الخبر صح نعرضك على قلب انت طعام. انا نو سي با لا بان قلب غير روحك فيها مات بركه. ومعنى نقولك ما تقولش يعني بيستون كي جايه يعني توانا ولا اف 5 سي بون. كان واحد عطاوها على مكسايد يا انا شتات اف ان المهم نوري الليبر. اما انا معنى راح نقول جماعه كاع واش دو روح القش نتاعهم دي سي كات موا بون دي بارا. وهي حظك ان شاء الله بارك الله فيك. وهي بقى وعمر يا سعيد قوجه الخير. وعمر
نوض نوض حنان سفيان لط فيه نوض نوض واش كاين نوض يا ودي انت راك قريب الطوموبيلات يدخلوا هنا للدار نوض يا ودي نوض نوض وقت رقاد ولا نوض خرجت مع صباح ربي بشروني جيت مع هنايا تاع تاع هذوك تاع مش عارف قال لك حنا في الولايه واش راكم ديروا قال لك رانا نكيلوا في الطريق اسيدي واش تكيلوا هنا قال لك لوطوروت رايحه تعقب على الباطيمه ولازم العماره هذه تروح لوطوروت اي لوطوروت تعقب على العماره كيف ما احنا نروحوا ولا كيف تروح العماره يروح كلش وقال لك زيد الوخذه قال لك كل واحد من السكان يمدوا له دار يتسمى انا اللي عمر والتواتي وفلان وفلان ساكنين يولوا جيراني كيما انا كيما هما لا ما خرجش من هذا شيخ يا ودي ريحوا ما سكتش عليها هذه كامل يا بوي معناتها الطوموبيلات يدخلوا داخل دارنا يا سكتي عليا انت يا همك هم يا رايحين يديروا لوطوروت خلاص هنا وانت يصوروك في البلاك هذيك وتاع تاع اللي يديروا فيها واشكم هذيك تصورتك هكذا تعاود تقول لنا تدخلوا فمك مفتوح يديروا لوطوروت بنتي ريبوا العماره على تهبلي فيا يفهمي بالعقل ما تلاحيش برك هكذا كي لوطوروت راك جريتي كي الطوموبيل والحل واش نديروا دوك شي خاطر واش نديروا مانيش عارف راني مخلوع وقال لك ما نعرف وقت شي جو يبداو يقول لنا واش دور واحكم راهي صرات قدام في بلاصه سيدي مشروع تاع الدوله قال لك الطريق تعقب منا واش راح ندير نقعدوا بلا دار ابوي يعطونا دار بصح يمدونا كل واحد دار انت وحده وانا وحده ودار ليه ودار ليه تا وجهك يمدوا لنا دار وحده كيما التواتي كيما عمر تولي عنده دار ما يوليش انا عندي عماره ما نوليش كاري جات لوطوروت لحست لي كلش شيخ ما خلوهمش واش دير انا ما سكتش عليها واش دير نلقاو حل شيخ خمو معايا كيفاش لازم نروح ونخرجوهم قبل ما يجوا بقلبي ما لازمش يجوا نشوف الكاميوات ونشوف التواتي والجماعه وبعد عمر مانيش باغي نشوفه راكب الكاميو ويتبسم يا ودي راه يضحك مقبل يضحك قال لي الحمد لله ربي شغل تمنى لي زنزله ولا الضغط باش ما يبعدش كاين عمر هذا والله غير يخلصها انا ما نسكتش عليها والله ما نسكت عليها لا يالله محمد رسول الله راح رحلوه عمر دوك ساكن هنا زعما يماجيني عمارتي راحت ولا توطرت وعمر يفتح التاقه يجيب له البحر والله نموت انا والله نموت والله ما نقعد لطورت هذه ما نقعد ولا داروها نتلاح فيها ودوك واش نديرو مانيش عارف روحوا خمو معايا وشوفوا راني ما نخلي حتى واحد ترونكيل اي انا سراري هكذا ليه صبحة ربي هذه رمضان يبسوا لي فمي لا يعني هذو نوضي بنتي نوضي على بالك راني خلاص راني كل الواحد اللي موش مني نوضي ولا ننوض الطابله ونطلقها عليك في ظهرك والله ننوضها كي كامل والله الدار هذه شاعلها كل الديمار نبدا نكسر السجاد والله نردها وطوروت اسيدي والله ندير لها موتور تحت كيربيل وديمار لا قعد واحد فيها اسيدي انا وطوروت جايتني زاد ما تاكل فيه حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله محمد رسول الله بنادم يتصبع الخير يتصبع على دوك اللي يصوروا تقول لي لقى بارا يفيدو ناكلها سي عمر يا أنعم مولف تقول لي هكذا أنت أنعم أنت اللي طبطبت إيه طبطبت إيه مش مسحقيت كيفاش مسحقيت دار داري راك ناسي روحك وراك ولا راك ساكن عندي وهذه داري على بالي بلي دارك ملي على ربع شهور لهيه راه كل واحد في دارو واحد مازيد يطبطب على الآخر سي عمر غير سمعت الخبر خلاص تبدلت وليت خرج في صدرك ونعم مولف الحاج درك أنت خلاص سما لوطوروت جات عقبت راح تستفاد بسكن خلاص وليت هذا إنسان آخر شوف الآخر مهمش بك هما يديرونا الطريق وتجينا في الطريق الا كش ما سحقيت بنتك ولا نبعثها لك وما ديرونجينيش بزاف راني مانيش مليح انا شوف الاخر كي راه يهضر معاك الاخر هذا الدار تاع الاخر ومنا على ربع شهور كي تولي دارك من بعد دير واش تحب درك وراه الطفله في الدار انت وليت عمر تكسل عليا وتخرج لي في الدار وتقول لي الاخر سمي ما سحقيت والو سحقيت والو وسحقيت الديرونجمون دار داري وما زدتش تسكرها نولي نطبطب وقت ما نحب ونشوف وقت ما نحب بعد ربع شهور الله يسهل راك حر يا عمر ونشوفه من بعد واش راك رايح دير روح الله يسهل عليك هاك تنسف عليا عندك الحق تنسف عليها ما تنسفش الفرحة نستاهل انايا وليت الاخر انايا الخضر تعقب عليه لوطوروت يبدلوا له الدار ويتم تسكنوا احرار ودنيا وانايا والله ماني مخليكم ترونكيل غير حتى يجوا يديروا لوطوروت هذه من ذاك الوقت نهبل ها يا سيدي
نعمل حاجة غير خير. ما كان حتى خير. الفطور اليوم ما تفطروش. أنا لا فيكم النيف وفيكم النيف والدار داري وأنا الآخر أسيدي هذا رمضان ما تفطروش في دياركم. يا أخي كاينة لطرود. رايحين يمدوكم السبنة. ما زدوش ما طيبوش في دياري. حتى قبل لطرود ما طيبوش. يستنى يا الحاج وعلاش حنايا؟ لا غالب هما حبوا يديروا اطوط جاو لينا بدوا لنا سكنه هما اللي مدونا الحاج ربي يرزقنا وانت يتحرمنا شوفي ربي يرزقكم بصح دوك راكم ساكنين عندي يا اخي دوك راني انا مرشي انا دوك رايح ندور عليكم دار بدار حبيت نشوف دياري قبل ما يريبوا اسيدي حبيت نشوف الكوزينه تاوعي ما تزيدوش طيبوا البيبان ما تسكروهمش راح نحي البيبان تاوعي راح نحي البيبان نحي لكم الضو والله نمرمتكم اسيدي يا الحاج ربي يهديك يهديك انت نروح نكمل حتى الطابله ديالي وامين يهضر معاك هكا امين يهضر معايا امين 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 اروح هلا واش كان هذا اطفي هذا الحاج واش كاين متوعد مريح في داره وما واش كاين هذا غير خير كيفاه واش كاين هذا ها كيفاه واش كاين واش كاين تهضر معايا انت هكا واش هذا فرحان ها لا لا كمل تخرج لي في صدرك هي دايره فيك حاله وزي تضرب في الكيتار انا فرحان امين انا قلبي صدري يضيق وانت فرحان لوطوروت فايت عليا الدنيا هامله وانت ما على بالك بوالو وراك لوطوروت هذه وين هم رايحين يديروا لوطوروت انت واقيلا ما على بالك بوالو انت يا غير الكيتار والهمله قلبك خلاص بردون دير حاجه مليحه ما تقولي تخلعني بها مولو هذه راني حابك ترفدها تلوحها هي تموت وانت تروح للحبس وانا نجيب لك القفص خرج من داري ادخل قطع الخبز ادخل قطع الخبز قطع ادخل ان شاء الله يتقطع الخبز والله شوفي نقول لك من بعد ولا قعدتوا نورمال مانيش راجل ما تسكرش الباب تاعي ما تسكروش الباب الباب تاعي ما تسكروش ما تسكرش الباب قلت والله ما مسكر الباب ما كاينش فاتره شوفي راكي امراه الحاج يعطيك صحه سكري واش جالسك ها توتي جابك ربي واش غنزقاش راك توتي تاكل خويا وفاطر وانا يا فمي ناشف وفرحان وكلش ها زاهي انا نزهه زاهيه نزهه وبصيف عندك الحق لها ما تزهاش هذه الصداقه على الاقل توقف معايا في المحنه تاعي ها نوقفش من المحنه نراني زاهي كي جات للطروط ودحمت فينا ايوا راهم يعوضولي يا الحاج على بالي راك فرحان معايا وتحزن معايا انت لا نزهنا راهم يعطولي افكات بلاك نستاهل نظل الكرانة ودعناها خلاص ماليش لو طروتهم قدرة طبي مازيك من هنا حتى تروح لزلفانة يا الاخضر قول لي ما بيك هذا الخير تاعي انا يا قده من سنة وانت ساكن عندي اليوم على الاقل توقف معايا شوية انا راني عندي من اللي قالوها لي راهي النهار كامل وفمي ناشف ندور عليكم واحد بواحد بصح والله العظيم ما قبل ما تندر لطروت وتريب البطيمة وتعقب غلا كرهتكم حياتكم الا قعد واحد فيكم نورمال ولا قعد واحد فيكم اتواتي ترونكي وين اللي راه يقعد هنا